من أحد المميزات الموجودة في سوق التداول هي التنوع في الأدوات القابلة للتداول. الأداة المالية هي أداة قابلة للتداول والتجارة، وهي أحد الأصول مثل السلع كالذهب والفضة والنفط وغيرها. الأسهم من الأدوات المعروفة التي تسمح لك بالاستثمار في الشركات مثل مايكروسوفت وإنتل وتويتر وغيرها. كذلك أيضا مؤشرات البورصة إنديسيز التي تمكنك من الاستثمار في سوق الأسهم مثل داكس وناسداك. العملات الأجنبية فوركس تسمح لك بتبادل عملة بعملة أخرى مثل اليورو مع الدولار أو الدولار مع اليان أو اليورو مع الجنيه الإسترليني وغيرها من العملات. منصة الفيرتكس إف إكس توفر لمتداوليها ثلاث منصات مبتكرات لتداول هذه الأدوات مثل منصة التداول فيرتكس إف إكس، وهو برنامج قابل للتنزيل على حاسبك الشخصي، وبتريدر والذي تستطيع الدخول إليه من أي متصفح إنترنت باستخدام أي نظام تشغيل، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية، ومن خلالها تستطيع متابعة استثماراتك أينما كنت وفي أي وقت. للمزيد من المعلومات زوروا hybridsolutions.com.